وللمزيد بينضم لنا عبر سكايب من عمان فرح العطيات، خبيرة شؤون البيئة والمناخ. صباح الخير فرح، أهلا وسهلا فيك على شاشة القاهرة الإخبارية، تحديدا بصباح جديد للمرة الأولى بطريقة لا تفتح حلبة قناة ريدو الكندية التزلج مثل ما قلنا الخبر بسبب التغيرات المناخية. كيف يمكن أن نقرأ هذا الخبر وشو علاقته تحديدا بالتغيرات المناخية؟ نعم، يعني هذه كما ذكرتي قبل قليل هي من أهم التحذيرات التي ترسلها إلينا الطبيعة فيما يخص تأثيرات التغيرات المناخية التي باتت جلية في عديد من دول العالم. ولعل السيناريوهات التي الصادرة عن الهيئة المعنية الحكومية بالتغير المناخي الـ IPCC أصدرت عدة تقارير، كان آخرها العام الماضي، أوضحت أن التغيرات المناخية ستكون تأثيراتها شديدة على العديد من الدول، وسنشهد العديد من التداعيات مثل الفيضانات، ذوبان الجليد في القطب الشمالي وما إلى ذلك، أيضا ارتفاع ما أبرز هذه الدول؟ هي ليست هنالك دول محددة، لنكون واضحين. الهيئة الحكومية المعنية بالتغير المناخي كانت واضحة شديد الوضوح أن ليس هنالك دولة بمنأى عن التغيرات المناخية، فالتغيرات المناخية حتى هي عابرة، يعني الآن بتنا نشهدها في كل دول العالم. من الدول العربية هنالك العديد من الدول باتت تشهد ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، الفيضانات مثل والأمطار الغزيرة كما نشهد الآن في دول الخليج على سبيل المثال، أيضا كما يحدث أحيانا في مصر هنالك بمعدلات غير مسبوقة بارتفاع درجات الحرارة لسيمة في فصل الصيف. أيضا إذا ذهبنا إلى القارة الأوروبية، إذا ذكرنا العام الماضي هنالك العديد من الأنهار والبحيرات التي جفت بفعل ارتفاع درجات الحرارة، ونحن نعلم أن أوروبا كانت دائما الحرارة التي تشهدها في الأعوام هي حرارة معتدلة ولم تكن بهذا الارتفاع، فبعض الدول مثل ألمانيا على سبيل المثال سجلت درجات حرارة وصلت إلى 44 درجة. حتى أيضا أن ناسا العام الماضي وضعت خارطة للعالم توضح درجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها العديد من دول العالم والتي سجلت أكثر من 44 درجة مئوية. يعني ممكن نشهد تغير بالفصول، مثلا فصل الربيع مثلا يكون غير المتوقع؟ نعم، الآن بتنا نشهد هذا النمط، ما يسمى أيضا في نمط الهطول المطري. نمط الهطول المطري لعلنا في القديم كنا على سبيل المثال كانت عدد أيام التي نشهد فيها الأمطار واسعة خلال فصل الشتاء، كانت أحيانا تتجاوز 55 يوم في بعض الدول، لكن الآن أصبحت أقل من ذلك، أصبحت 30 يوم وفي فترة محددة، لكن تأتي أمطار ما تسمى بالأمطار الوميضية التي تأتي في وقت محدد بزخات كثيرة جدا، ويحدث ما يسمى بالسيول والفيضانات. حتى أن العديد من الدول لم تكن على دراية أن هذا الأمر سيأتي، لذلك لم تكن البنى التحتية مهيئة لمثل هذه التغيرات، لذلك نشهد الكثير مما يحدث في السودان على سبيل المثال العام الماضي، والذي سبق الفيضانات أدت إلى خسائر في الأرواح وخسائر مالية عالية. لعلنا أيضا تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قمة المناخ التي استضافتها مصر في نوفمبر الشهر الماضي أننا على مسار لا عودة، على الدول أن تبذل المزيد من الجهود للحد من غازات الاحتباس الحراري التي الآن أصبحت نسبها تزيد، قد وصلت إلى 10% تقريبا عن ما كانت عليه في عهد ما قبل الثورة الصناعية. الآن أيضا نحن بحاجة إلى تخفيض ما نسبته 43% من غازات الاحتباس الحراري قبيل عام 2030، لذلك هذا ما هو مطلوب أيضا من الدول، محاولة التسريع في إنجاز البرامج الخاصة في خفض الانبعاثات، وخاصة الدول العظمى المسببة الرئيسية لهذه الغازات مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مجتمعتين معا، لأننا بحاجة الآن
لمحاولة درء مثل ومواجهة مثل هذه التثيرات التي للأسف طالت كافة دول العالم، ولعلنا أيضا بحاجة أيضا للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ومصادر الصديقة للبيئة، وخاصة في ظل ما شهدناه بسبب أزمة الطاقة العالمية التي ألقت بظلالها على العديد من الدول. هذا لعله فرصة وكان كجرس إنذار أن علينا أن نتجه لإيجاد وسائل بديلة عن الوقود الأحفوري والطاقة التي نستخدمها الآن. فكما ذكرت نحن لسنا الآن بمرحلة نستطيع القول فيها أن هنالك دولة بمنأى عن أخرى، فعلى سبيل المثال دول مثل الأردن ومصر وغيرها الآن نعاني نحن من شح في مصادر المياه، وهذا بات جليا، ونحن بحاجة الآن لمصادر للاعتماد على مصادر بديلة للمياه، وخاصة أن هنالك أيضا بات تهديد على قطاعات أخرى مثل الزراعة، الصحة، أيضا هنالك تحذيرات، سيناريوهات ذكرها أيضا تقارير الـ IPCC Report أن العديد من الدول ستشهد موجات من الأوبئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الانخفاض أيضا في درجات الحرارة. طبعا لها الكثير من الانعكاسات. شكرا جزيلا خبيرة شؤون البيئة والمناخ فرح العطيات، شكرا جزيلا، كنت معنا عبر سكايب من عمان.